الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. سبحانه سبحانه بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. سبحانه سبحانه له الأسماء الحسنى، يفعل ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه مالك كل شيء، والمالك لا يسأل عن تصرفه فيما يملك، فهو مالك السماوات والأرض، وملك السماوات والأرض، ومن فيهن وما فيهن. بيده ملكوت كل شيء، يجير ولا يجار عليه، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، يقبض ويبسط، يحيي ويميت. بيده مقاليد السماوات والأرض. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد فوق أعلم، لأن العلم يفتقر لدليل، والدليل قد لا يؤدي إلى المدلول فيصاحبه الشبهة. أما أشهد فهي أقوى من أعلم. فأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدخل الدين بالشهادة والشهود، حيث لا تردد ولا شبهة ولا شك في ذلك، لعلمها بأن الله موجود، كعلمها بوجود كل شخص لنفسه. فصار العلم بوجود الله علم ضروري وجداني، كشعورك بالجوع والعطش، فأنت تشعر أن لك إله خالق ومدبر، كشعورك أنك تعبان أو عطشان أو تريد أن تنام أو تتحرك، فلا ينفك عنك هذا الشعور. ولذا الدخول في الإسلام بقول أشهد، وهو أقوى من أعلم. ومعلوم أن الذي يقول أعلم أن لا إله إلا الله وأعلم أن محمد رسول الله لا يكمل إسلامه، لابد أن يقول أشهد حتى يدخل من باب الشهود الذي انتفت فيه كل شبهة، والذي لا يفتقر لدليل، إذ أن الله خالق كل دليل، فكيف يفتقر الخالق إلى المخلوق؟ فالدليل مخلوق والخالق لا يفتقر للمخلوق. وكذلك نشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك ولا ارتياب في رسالته وفي صدقه وفيما أوتي به، فهو سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جاء بالمعجزات وأخبر بالمغيبات، وجاء بالقرآن أكمل وأفضل كتاب أنزله الله على رسول منذ خلق آدم إلى أن جاء رسول الله، مهيمنا على كل الكتب السماوية، وزاد عليها وفاض، وفيه الكفاية إلى يوم الميعاد. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين،
وارض اللهم عن سيدنا الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وما ولدت إلى يوم الدين، ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، من الشبهات التي تأتي على ألسنة بعض الملاحدة والمتشككين حتى يؤثر في قول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيلقي الشبهة في نفوسه، أن هناك تناقض في القرآن بين القرآن والسنة. فالله يقول في القرآن لا إكراه في الدين، ويقول في القرآن أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ويقول في القرآن وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ثم تأتي السنة في أحاديث صحيحة، يقول سيدنا عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فكيف يكون القرآن فيه حرية الاعتقاد وعدم الإكراه، وكيف تأتي السنة بالأمر بقتل المرتد؟ ويثيرون هذه الشبهات ويجعلون هناك لغط، والذي يثير الشبهة للأسف لا يثيرها إلا لبيان جهله الذي انغمس في قلبه ولم يرد أن يصحح هذا الجهل بالجلوس مع العلماء، ولكن اكتفى بأن يتكلم أمام الناس لينشر جهله على أنه علم. وهيهات، فإن الله في كل عصر يقيد لهذا الدين من يدافعون عنه وينافحون عنه يفهمون الناس. فلا اختلاف بين القرآن والسنة، فالنبي يتكلم في جهة والقرآن يتكلم في جهة. القرآن قال للمرتد، أثبت له عقوبة أخروية ولم يثبت له عقوبة دنيوية، فقال سبحانه في كتابه ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه عقوبات أخروية لم يثبت عقوبة دنيوية، ولكن الأمر في قتل المرتد ليس على ظاهره أنه أمر لكل مرتد عموما لمجرد ردته، ولكن إذا جمعت الأحاديث ولا تكتفي برواية واحدة تفهم وينحل التعارض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس أي الذي يقتل عمدا نفسا محترمة، النفس بالنفس، والثيب الزاني أي الذي يزني وتثبت عليه الزنا إقرارا أو بشهود أربعة كما هو مقرر أمام القاضي، ويكون سبق له الدخول بعقد صحيح على امرأة فصار ثيبا فحده الرجم للموت. الثيب الزاني والنفس بالنفس، والأخير وهو موضع الاستدلال المفارق لدينه التارك لدينه المفارق للجماعة. إذن لا يقتل المرتد إذا ارتد واكتفى بردته في نفسه دون أن يثير لغط أو شغب، والإنسان حر في اختيار دينه وما يعتقد، والله يحكم بين العباد. أما إذا غير دينه ثم بعد ذلك تباهى بهذا التغيير وجاء أمام الناس يدعو إلى ما هو عليه من ترك الديانة، وجاء في وسط الناس يثير الشبهات دون أن يرجع للعلماء
ويدعو أن يكون له حزب وفريق يقف بجواره، فهذا خروج عن النظام العام وتشكيك في اعتقاد العموم، عموم الناس. ولا شك أن الذي يعكر الصفو العام ويخرج على جموع الناس في أي قانون من القوانين هي جريمة من الجرائم. ولذا المرتد الذي عقوبته أخروية ولا يؤاخذ على دينه من اكتفى بالاختيار بينه وبين نفسه ولم يدعو غيره ولم يتكلم ويتباهى، بل هناك من يرتد وينضم إلى صفوف الأعداء، يفارق الجماعة يعني ينضم إلى صفوف الأعداء فيصير كافر محارب ومحارب فوجب حربه. فإذا الذي يحارب المسلمين من أجل دينهم يقاتل لأنه يحارب المسلمين لا ليقاتل لأنه كفر. الكفر اعتقاد قلبي لا نؤاخذ الناس عليه لأن لا نقبل إكراه في هذا الدين، فلا يقبل إسلام المسلم المكره. إذا أكره إنسان أن يقول الشهادتين إسلامه غير مقبول عند جميع الفقهاء، وبالتالي طالما لا نقبل الإكراه على الإسلام لا نقبل أيضا القتل على ترك الإسلام، ولكن القتل على معاداة أهل الإسلام يقاتل من أجل ذلك، يقاتل ولكن لا يقاتل بفعل عموم المسلمين ولكن بفعل الإمام، أي لابد أنه يحول إلى القاضي والقاضي يحقق معه فينظر إلى أسباب الشبهات التي تعلقت في قلبه والدوافع التي جعلته يترك دينه، ثم يأتي هذا القاضي بالعلماء مدة تسمى مدة الاستتابة التي قال فيها بعض الفقهاء أنها تدوم مدة عمره، وبعضهم قال 3 أشهر وبعضهم قال أسابيع وبعضهم قال أيام، اختلفوا خلاف كثير في مدة الاستتابة أي المدة التي يراجعونه فيها في أفكاره. أما إن أخذ قراره ولا يقبل مراجعة وقاتل وحارب الإسلام بالأفكار الشاذة، وفي العصر الحديث هناك مواقع للإلحاد تدعو إلى الإلحاد ويتزعمون هذه المواقع في ليل نهار، وهناك قنوات فضائية وهناك سبل كثيرة للإعلان بلا حياء، فهؤلاء إذا تمكن منهم الحاكم المسلم وكانوا داخل سلطانه في بلده عليه أن يوقفهم عن هذا الحد وهذا البراء، وجب على الحاكم أن يفعل ذلك. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. المقصود به أمر خاص للنبي أن يقاتل من قاتلوه من قبائل العرب، لأن قبائل العرب اجتمعت على النبي لتقاتله من أجل دينه من أجل أن يطفئوا نور الله، فقاتلهم من أجل أن قاتلوا، ولو لم يقاتلوا النبي ويعادوه ما ترك مكة ولا هاجر ولا جيش صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان القتال والقتل من أجل المعاداة. والله في القرآن يقول ولا تقاتلوا وقاتلوا الذين يقاتلونكم، انظر قاتلوا الذين يقاتلونكم أي لا تقاتلوا الذين يسالمونكم مهما كانوا على أي اعتقاد كان، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم يأتون بشبهة أخرى وهو قتال سيدنا أبي بكر للمرتدين، فيقولون الله يقول لا إكراه في الدين، ويقاتل أبو بكر الصديق المرتدين بعد من قضى عصر النبوة وارتدت قبائل العرب، فهل قتال سيدنا أبي بكر يخالف قاعدة حرية الاعتقاد التي أقرها الإسلام في القرآن؟ أولا سيدنا أبي بكر علم أن قبائل العرب إذا ارتدت تعود على ما كانت عليه تتحزب لقتال الإسلام والمسلمين، فهو قاتلهم من باب
الهجوم خير وسيلة للدفاع، لأنه لو قتلهم، لو تركهم على ردتهم ومكث هو في المدينة، لأحاطوا بالمدينة وقضوا على الإسلام. لأن عادة العرب إن لم يدينوا بالدين قاتلوا من خالفهم في الدين، عادة العرب هكذا. وبالتالي كان سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه عليم بزمانه وعليم بطريقة تفكير أهل زمانه، وأنه لو تركهم على ما هم عليه من ردة لتحزبوا وعادوا مرة أخرى يقاتلوا ويقتلوا الإسلام حتى يطفئوا نور الله. فكان قتال المرتدين دفاع عن النفس أولا، ومعلوم أن الهجوم خير وسيلة للدفاع، فقاتلهم في قبائلهم بدلا من أن يتركهم يجتمعوا ويتحلقوا حول المدينة مرة أخرى. وهذا كان من كمال حكمته رضي الله عنه وارضاه، ولو لم يفعل ذلك ما كنا مسلمين الآن، وما كان الإسلام منتشر إلى يومنا هذا، وما استقر في قلوب الناس. ولكنه قاتل ليدافع، لأن العرب إن لم يدين لك بالدين قاتلك على الدين. وبالتالي هو قاتل المرتدين لأنهم ارتدوا ويستعدون لأن ينقضوا على دولة الإسلام وعلى المسلمين في كل مكان. وبالتالي كان قتال المرتدين دفاعا عن الإسلام والمسلمين، لأنهم سوف يعتدوا على العادة المجربة المستقرة في عصر سيدنا أبي بكر الصديق. وبالتالي كان قتال سيدنا أبي بكر الصديق ليس إكراها على الدين، بل كان دفاعا عن الدين. وبالتالي ليس كل مرتد يقتل مطلقا، ولكن النبي عندما قال في الحديث من بدل دينه فاقتلوه، أي من بدل دينه وفارق الجماعة وصار يحارب أهل الحق فاقتلوه، لمحاربته ولتباهيه وجهره بما هو فيه من ضلال ودعوته إلى الضلال وعدم رجوعه إلى أن يصمت ويختار ما يختار دون أن يدعو إلى ما اختاره. أما إن كفر بينه وبين نفسه فالكفر ليس مسوغا للقتال أو القتل، والكفر هو وصف اعتقاد، فالإنسان الذي يخالف المسلمين في الاعتقاد يسمى كافر. والكفر أنواع كثيرة لا حصر لها، وتعريف الكفر هو كل ما خالف دين الإسلام اعتقادا. وبالتالي لا نقاتل إلا من قاتلنا أو اعتدى علينا أو هددنا في ديننا ودنيانا، أما من سالمنا فليعبد من ما شاء وليفعل ما شاء، فالله يحكم بين العباد. وبالتالي عندما جاءت هذه الآية فأنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين، المقصود بها الإكراه القلبي، وهذا يستحيل على الإنسان لأن القلب لا يملكه إلا الله، فأنت لا تستطيع أن تكره قلب أحد على فعل ما لا يحب وإن انصاع لك في الظاهر. وبالتالي لا تناقض بين القرآن والسنة، التناقض في ذهن الذي قرأ قراءة لهذا الشرع الشريف غير متأنية وبغير تحصيل الأدوات، ولم يجمع كل المصادر، ولم يجلس مع العلماء، فلا تنتبه لهؤلاء لأنهم يريدون أن يعكروا صفو عقيدتك في قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه العقيدة التي عليك أن تعقدها في قلبك وتحفظها حتى تلقى الله عليها، لأن السعادة، كل السعادة هي حسن الخواتيم، وحسن الخواتيم لا يكون إلا بالموت على هذا الدين الحق. فمن مات على دين الحق تمت كرامته وصار في الأمة المرحومة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أما من يعيش بيننا الآن مسلم ولا نعرف خاتمته فنحن نخشى عليه من سوء الخاتمة، والكل يخشى على نفسه من سوء الخاتمة، وعلينا أن نكثر الدعاء: اللهم إنا نسألك حسن الخواتيم يا رب العالمين، وثبتنا. ولذا يقول النبي في أدعيته التي يعلمها لأمتي حتى يقولونها صباح مساء: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم يا رب العالمين، نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا ممن أحسن التوجه إليك، وأن تجمع همنا وقلبنا وقصدنا وعزمنا عليك يا رب العالمين، وأن تنشلنا من كل تشتيت وكل شك وريب، وأن تجعل في قلبنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون أحب إلينا من أنفسنا ومن الناس أجمعين، واجعل حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم روحا لأرواحنا ودليلا وإماما إلى كل خير، وأزل من قلوبنا كل شك وريبة في هذا النبي المكرم وفي كتابه المنزل وفي شريعته المكرمة الكاملة وفي سائر ما جئت به من الحق يا رب العالمين. اجعل في قلوبنا نورا، واجعل في أسماعنا نورا، واجعل في أبصارنا نورا. اللهم اجعل من أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، واجعل عن أيماننا نورا، واجعل عن شمائلنا نورا. اللهم اجعل في أبشارنا نورا، وفي لحمنا نورا، وفي دمنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعلنا نورا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. اللهم اجعلنا متمسكين بالحق ومظهرا للحق، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم مظهرا بالحق، فقال: قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. اللهم اجعلنا مظهرا للحق، فلا دعوى في أقوالنا ولا هوى في قلوبنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك. يفعل الله ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا، ولم تبلغه أمنيتنا من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه ونسألكه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. اللهم يا رب العالمين، اكفنا نحن وسائر المسلمين في كل مكان وفي كل زمان السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج الكرب عنا وعن المكروبين، واقض دين المدينين. اللهم أدخل الفرح على قلوب المحزونين، واجبر كسر المكسورين، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. أدخلنا وأدخلهم في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا وأخرجهم من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.